شلونك؟ زينة. أخبارك؟ زين الحمد لله. شنو اسمك؟ فاطمة. فاطمة يا صب ثالث. ثالث بالتوفيق يا رب. فاطمة، كم كان عمر الإمام الحسين عليه السلام عند استشهاده؟ 57 سنة. 57 سنة، بطلة. روحت ويانا جائزة فطومة الوردة. شكرا يا فطومة، لكن أريد منك نشيد اللي حافظت لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. صدق الله العلي العظيم. وشكرا يا فاطمة. شكرا. ويتواصلون وياكم مشاهدين قناة شهاب الفضائية.